اختتمت إمارة الشارقة ممثلة بهيئة الشارقة للكتاب مشاركتها في فعاليات مؤتمر الناشرين الدوليين 32 في العاصمة الهندية نيودلهي، بعد أن شاركت في عدة جلسات نقاشية وعقدت لقاءات عمل مختلفة. شهدت العاصمة الهندية نيودلهي وقائع مؤتمر الناشرين الدوليين بدعوة من اتحاد الناشرين الدوليين، والذي يعد أكبر اتحاد لجمعيات الناشرين الوطنيين والإقليميين والمختصين في العالم. وقد ضم هذا المؤتمر في جلساته أهم خبراء النشر والأكاديميين وأصحاب القرار من الشارقة والهند ومختلف أنحاء العالم، وشدد فيه المتحدثون على ضرورة مواكبة التقنيات الحديثة وأهمية بناء أسواق رقمية. لقد أعجبت بمؤتمر الناشرين الدوليين في نيودلهي، ولدي اهتمام في حقوق الملكية وحقوق النشر، وكلاهما اهتم بهما المؤتمر. وتحدث في المؤتمر سعادة أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، والذي أكد على أهمية معارض النشر في تقريب المسافات، كما أبرز الدور الذي يلعبه معرض الشارقة كبوابة ليس للوطن العربي فحسب بل لجميع أنحاء العالم. كما نظمت مدينة الشارقة للنشر العديد من الاجتماعات مع ممثلي الكثير من دور النشر الهندية والدولية، تناولت الوقوف على احتياجات الناشرين وكيفية تمكينهم من الوصول إلى فئات أوسع من القراء المستهدفين في العالم. كما تطرق المتحدثون إلى أهمية تأمين الكتب بمختلف أشكالها لتصل بشكل متساو إلى جميع الناس بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعربوا أيضا عن ضرورة توحيد الجهود لدعم حرية النشر والعمل بشكل متوازن للحفاظ على المستوى الثقافي السليم. يقام المؤتمر منذ 26 سنة، وأول مؤتمر بدأ عام 1992، وأنها لفرصة جيدة للناشرين للالتقاء من حول العالم ونقاش التحديات التي تواجههم. وفي اليوم الأخير اختتمت فعاليات هذا المؤتمر بعروض ثقافية للبلد المضيف، كما تم فيه الإعلان عن النرويج كمستضيف للنسخة 33 في العام 2020. ستكون إمارة الشارقة بالتأكيد وجهة لمختلف دور النشر من حول أنحاء العالم، يأتي هذا بعد قطع أشواط ثقافية من خلال مؤسساتها المختلفة وحرصها الدائم على دعم صناعة الكتاب والناشرين وإيمانها المستمر بتأمين القراءة للجميع من دون حدود. لأخبار الدار، تمام محمد، العاصمة الهندية نيودلهي.